السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم، معكم مفتاح خميس وهذه حلقه جديده على قناتي مايك فوركي. فالحلقه خوتي جبنا لكم هذا الفيسوز فيسوز اشوك مقدم من شركه انكو اللي عيطولو بالانجليزيه رينش الامباكت رينش. هذا يمشي باتري 20 فولت. يلا نشوفه كيف عليك خاوتي. يجي معاك العادة هذو تاع الاستخدام. عندك الفيسوز مع باتري 20 فولت، عندك باتري الدوزيام 20 فولت 2 امبير كيف عندك معاه ليكلي هاو ليك، عندك معاه كلي فانتايا كلي 17 وكلي 19. عندك مع هذه تاع باش تعلقوا في الاخر تاعك، كاين مع الشارجور، وفي الاخر كاع تجي مع هذا الصاك. هوليك خاوتي فيسوز خفيف وظريف، بسم الله نجربوه. شو القوة تاع الله يبارك. هنا في الباتري خوتي عندكم هنا باش تقدر تشوف لا شارج، شوف لا باتري الا مشارجية ولا لا. هذه وحدة. زيد عندك الفونكسيو هذه اللي تقدر تبدل بها بين القوة تاع الفيسوز. عندك لو سبيد وعندك الهاي سبيد. هنا واش قال لك؟ عطاك واحد الملاحظه هنا، قال لك تشينج اونلي رانين، تسمى اونلي وان رانين، تسمى تقدر تبدل لا فيتاس فقط كي يعود يمشي. شوف ما الى راك مخليه حابس كيما هاك وتبدل ما كلي ما درت والو. عملي كليكلي فاتح يدوي قصدي. شباب ما شاء الله. عندك معاه الصاكة تاعو، سمحوا لي الميكروفون هذا راه مديرونجيني شويه، مي قدمته بيسك لاحظت بلي الصوت في الفيديوهات اللي فات ضعيف شويه، لا بها قدمته. ايليك الساكه تاعو حط فيها صوالحك، الشارجور وتقلع. شوف ما شاء الله شاب ما شاء الله. بون، جمع الفيسوز هذا تاعنا لافورس تاعو ولا القوه تاعو هي 300 نيوتن متر، يعني قوه جباره. اما السرعه اللي يعطيها لك فهو بين 2100 دوره في الدقيقه في المود الاول و1800 دوره في المود الثاني. الطريقه اللي يخدم بها الفيسوز اشوك هذا جماعه، يعني لاشوك يعني يعني بها الضربات، يعني الفيسوز هذا كون تشوفوا المنظر الداخلي تاعو تلقى واحد سيستم هكا تاع سيستم ميكانيك وين الحديدات يضربوا في بعضهم، هذيك الضربات هذوك هما اللي يخلوا الفيسوز هذا يفتح ولا يغلق اي فيس ولا اي بولون مهما كان القوه تاعو. كان هذا كل شيء في حلقه اليوم خاوتي، سنرى الحلقه الجايه ان شاء الله لانه ديما كاين جديد. السلام عليكم.